بعض الطلاب يحضر الدرس ويشكل عليه أشياء فيأنف أن يسأل عنها أو يستحي أن يسأل عنها. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. لابد أن تسأل. بعضهم يقول إذا سألت يمكن المسألة سهلة فينظر إلي أنني مستواي ضعيف أو لا أفهم فيسكت وتروح عليه المسألة، هذا لا شك أنه كبر. وبعضهم يستحي أن يسأل ولا يحب أن يسمع صوته، هذا كذلك، هذه من معوقات التحصيل. والمرد كله إلى الإخلاص لله جل وعلا. فإذا أخلص الإنسان، فإذا علم الله من طالب العلم صدق النية وسلك الجادة المعروفة عند أهل العلم، الطرق المرتبة عندهم، وجد واجتهد في تحصيل العلم وسهر الليالي وترك الهزل والفضول، فضول الكلام، فضول النوم، فضول النظر، فضول السمع الاستماع، وأخذ العلم عن أهله من حملته المعروفين به أهل الرسوخ من أهل العلم، وفي الغالب أنه يوفق ويسدد. بعضهم يقول العلم الآن يتعارض مع متطلبات الحياة ويسألون عن الزواج هل هو معوق عن التحصيل أو معين عليه. لا شك أن متطلبات الحياة صعبت في الأيام الأخيرة، ولكن العلم إذا رتب وقته ونظم لا يتعارض مع متطلبات الحياة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس وأخشاهم لله وأتقاهم، وأمور الحياة عنده كاملة له ولغيره، تامة له ولغيره في من حوله، يربي الناس ويوجههم ويصلح دينهم ودنياهم، ومع ذلك ما عاقه ذلك. من شيوخنا من يستغرق في الدوام من الثامنة إلى الثانية 6 ساعات يوميا، وينتهي من الدوام ويرجع إلى بيته متعب، ثم بعد ذلك بقية يومه كله في العلم والتعليم والدعوة والإفتاء. إذا علم الله صدق النية من الشخص أعانه، لكن الحذر من فضول الكلام وفضول النوم وفضول الأكل. ومع الأسف أن بعض طلاب العلم يمضون الساعات في القيل والقال في استراحات وفي كشتات وراحات وجيات، هذا لا شك أنه معوق عن التحصيل. ولا يعان طالب العلم بهذه الطريقة على تحصيل العلم، لأنه العلم دين، العلم دين وعبادة من العبادات، ولا يقبل التشريك. أما خذه بجد، وإلا ابحث واسعى إلى شيء ينفعك في دنياك وفي دينك أيضا، لأن بعض الناس قد لا يوفق في العلم لكن يوفق في أمور أخرى، في العبادة، في كسب المال وإنفاقه في سبل الخير إلى غير ذلك.